بعد تجربتكم الغير مسبوقة، نعم. غير مسبوقة لأنه مرة تانية أنتوا أسستوا أسرة حقيقية، الحمد لله. من أكتر من 30 بنت وبابا وماما. اكتشفتي يا حاجة فتحية أنه في لازم يبقى في إعادة نظر، لو في حد بيستعين بأمهات بديلة لازم يفكر كويس جدا في اختيار الأم البديلة. ده مشكلة. أجوبة نشهدتك على دي، لأن أنا متعمق فيها وعامل فيها دراسات، وتقدمت قبل كده ان انا يبقى عندي معهد لتخريج الامهات البديلات. كل واحد اقول له من المستشارين اللي في الوزاره ولا هنا يبقى سعيد جدا بالفكر، انما بتتنفذش. حضرتك عندك اعتراض على انه بيبقى سنهم صغير مش مناسب وما عندهمش اي تجربه وما عندهمش درايه بالموضوع، ما عندهمش نفس يعني الأموم. انا نفسي عشان برضو ما خلفتش في اول الامر، كان الامر بالنسبه لي برضو ما عنديش الدرايه الكامله، ما عنديش المعرفه الصح، فده سبب لي برضو تعب نفسي حتى على الاقل ليا انا. بعد كده خلاص الامر بقى بالنسبه لي يعني انا، هي بتدخل انا من عينها خلاص انا فهمت هي عايزه ايه. يعني انا دايما اقول لهم اما تيجي تتكلم اقول لها خلي بالك انا فاهمك اكتر من نفسك، فقولي الحق عشان انا عارفاك اكتر من نفسك. فخلاص انا، انما هم بيبقوا جايين ما فيش. حضرتك شايف انه اي حد بيستعين بالامهات البديلات في اي دار لازم يبقى فيه تاهيل مكثف؟ لازم يا فندم. العمليه دي عايز والكل اللي يعني شغالين في المجال هذا يعني عارفين ان دي قضيه، مش عارفين نوصل لها وجهه نظر. دي قضيه دي قضيه. قولي لي بقى، وهم صغيرين بيبقى الحمل اكتر اكل وشرب وصحه وكده يعني اسيد، دلوقتي اكيد الموضوع مختلف. عندي يعني يقفوا متجادلني وتعاند وكده، ده وبسكت يعني بسيبها لحد ما تطلع كل الكلام اللي معاها واللي عندها، وممكن تخبط برجلها في الارض وكده يعني الحاجات بتاع. انا هقول لك بنعمل ايه. مش واخدين بالنا. ما ده عادي يعني ما سمعناش. لا ما هم معرفين يقعدوا يعملوا لي كده. انا فاضي يعني. التيك توك اللي جاي لازم تعملوه، التيك توك اللي جاي لازم تعملوه على رقصة، لازم تعملوه على رقصة لماما فتحية، مش أقل من رقصة كاملة يعني. نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت، ما تخليش حاجة تفوتك.